الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تناولنا خلال استعراضنا لكتاب مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية للشيخ صالح البقعاوي. تناولنا موضوع الرفق في القرآن الكريم والرفق في السنة النبوية، ثم نشرع الآن في الكلام حول المرفوق به، من الذي يرفق به، وهو عبارة عن نماذج تطبيقية عملية في من يرفق به، وذلك من خلال الكلام على الرفق بالضعفاء، والرفق بالأطفال، والرفق بالشباب، والرفق بالأعراب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وهذا رواه مسلم. ومن أجل ذلك رحم النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف والفقير والمسكين والطفل والأعرابية والأرملة، وعلمهم ورفق بهم وبذل لهم ما في وسعه، فجلت وأطعم أهل الصفة ورفق بهم، وجلت مع المرأة وسمع شكواها وقضى حاجتها، ومسح خدود الأطفال وحنكهم وسلم عليهم وسماهم، وأجاب دعوة العبد وعاد المرضى وشهد الجنائز صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بال الأعرابي الجاهل بحق المسجد وانتهره الناس، زجرهم صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حاجته، ثم دعاه وعلمه بلطف وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر. وهذا رواه مسلم. وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ترك العنت والتعنت، وحب التيسير والرفق بالناس والحرص عليه، ومن ثم شهد له الله تبارك وتعالى بصفات الرأفة والرحمة والحرص على أمته. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشر سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه رادية، ولا يخيب فيه، وكان يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جلسه أن أحدا أكرم عليه منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه الترمذي في مختصر الشمائل المحمدية. فيما يتعلق بالرفق بالضعفاء، مادة الضاد والعين والفاء عبارة عن أصلين متباينين، يدل أحدهما على خلاف القوة، ويدل الآخر على أن يزاد الشيء مثله. أما الأول فالضعف والضعف، الضعف والضعف خلاف القوة، يقال ضعف ضعف يضعف، ورجل ضعيف، وقوم ضعفاء وضعاف. فالضعيف من يحتاج لمساعدة غيره لعجزه عن تحصيل ما يريد وفقره إلى المساعدة من الآخرين. طبعا معنى الأصل الثاني في مادة الضاد والعين والفاء هي إيه؟ الضعف، ضعف الشيء، يعني أن يزاد على الشيء مثله. هذه الفئة، فئة الضعفاء، أولاها النبي صلى الله عليه وسلم الرفق واعتنى بها وأشفق عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
وهذا رواه البخاري، الساعي على الأرملة والمسكين، يعني الذي يرعى هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الأصناف من الضعفاء، له هذا الثواب العظيم الجزيل. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، يعني يديم صيام النهار ويديم صيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهذا رواه أبو داود. فأصناف الفقراء عدة، وكل منهم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامله بالرفق، فمن ذلك رفقه بالفقراء والمساكين. فالفقر والمسكنة مأخذان أيضا من الضعف والحاجة والافتقار إلى الغير، والفقراء والمساكين لا شك أنهم فئة من هذه الأمة تحتاج إلى الرحمة والعطف والإحسان، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإحسان إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا رواه ابن ماجه، لأن المسكنة ترتبط بالسكون، سكون الناشئ عن الفقر، لأنه لا مال عنده، فبالتالي يسكن وتحد حركته لعدم احتياجه لأن يخرج ويجول في قضاء الحاجات وشراء الأشياء التي يحتاجها. فالمسكنة تقترن غالبا بالذل والخشوع والإخبات. فالمقصود هنا ليس الدعاء بالبلاء وهو الفقر، لأن الفقر توأم الكفر، قال النبي عليه السلام: وأعوذ بك من الكفر والفقر، قرن الكفر بالفقر. فالفقر هو نوع من البلاء، لكن من ابتلي به وصبر عليه فإنه يتاب ثوابا عظيما، لكن لا يطلبه الإنسان ولا يدعو بالفقر، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية من كل بلاء. فإذا لا يشكل هذا الحديث على فهم أحد، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو بالبلاء، اللهم أي أحيني مسكينا يعني اجعلني فقيرا، لا، إنما المقصود خلق المساكين، لأن المساكين يتسمون بالتواضع والإخبات والخشوع والمسكنة لله تبارك وتعالى، فهذا هو المقصود، وليس اللهم أحيني مسكينا يعني طلب خلو اليد مما يفي باحتياجات الإنسان، بل العافية أوسع من ذلك. واضح؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الطوائف من الضعفاء من المؤمنين امتثالا لقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لا شك أن العناية بأمثال هؤلاء من الفقراء والمساكين والمحتاجين فيه إعانة واجبة من المجتمع المسلم لهؤلاء الفئة من الناس، ثم في نفس الوقت هناك حماية لهذا المجتمع من أن تشتد بهم الحاجة والعوز إلى حد أن يعتدوا على ممتلكات الآخرين بالسرقة أو النهب أو الغصب ونحو ذلك من هذه الجرائم بسبب شدة حاجتهم. فمن حسن معاملته صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبب نزول هذه الآية أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا. هؤلاء الفقراء من الصحابة أو من العبيد الضعفاء لا يليق بنا ونحن من علية القوم أن نجلس معهم سواسية، فكيف إذا أسلمنا نتساوى مع أمثال هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين؟ فأطرد فلانا وفلانا لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه صلى الله عليه وسلم لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فأنزل الله هذه الآية الكريمة ونحوها: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا تزكية لظاهرهم أنهم يدعون الله في الغداة والعشي في كل الأوقات، ثم تزكية لباطنهم أنهم مخلصون في ذلك يريدون وجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. إن رزقهم ليس عليك، ليس أنت الذي ترزقهم، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فما يعني أروع هذا العتاب اللطيف من الوحي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، وفيه عبرة لمن يعتبر. فقد امتثل صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر أحسن الامتثال، وكان يحبس نفسه على فقراء المؤمنين ويحسن معاملتهم ويقربهم منه، بل كان الفقراء أكثر أهل مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء الفقراء والضعفاء بلال، عمار، صهيب، خباب، ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وهذا رواه مسلم. اطرد هؤلاء، كيف نجلس مع امثال هؤلاء الضعفاء والمساكين والفقراء والعبيد؟ لاننا اذا جلسناهم سوف يجترئون علينا. هذه دائما عقليه الايه؟ المتكبر المتغطرس الذي يتعالى على خلق الله تبارك وتعالى. فكرامة ومنزلة المرء في الإسلام مقاييس أخرى تماما غير مقاييس أهل الدنيا، لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالزينة ولا برياش الدنيا ومتاعها، وإنما الميزان عند الله سبحانه وتعالى وعند الذين يلتزمون بشرع الله هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان العبد أتقى لله كلما كان أولى بأن يكرم وأن يقرب، بغض النظر عن هذه المظاهر من الغنى أو الزينة أو نحو ذلك من هذه الأشياء. فلم يترفع عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكسر خواطرهم، ولم يضيق نفوسهم، وإنما حفظ لهم مكانتهم و كرامتهم وحماهم من أن يذلوا أو أن يهانوا. من ذلك أيضا صبره معهم على طاعة الله تعالى. يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانظر هنا: واصبر نفسك، أي احبس نفسك، إلزم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يذكرون الله سبحانه وتعالى طرفي النهار بملازمة الصلوات طلبا لمرضات الله عز وجل وطاعته. ولا تعد عيناك عنهم، لا تجاوز في نظرك إلى غيرهم بالإعراض عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، أي تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء تألفا لقلوبهم. ويقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذه عاقبة التكبر والتجبر والاستعلاء على الفقراء والمساكين، أن يتهددهم الله سبحانه وتعالى بالنار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض التفاسير يتلمسهم، يبحث عنهم، حتى إذا أصابهم في مؤخرة المسجد يذكرون الله قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات، صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا رفقه بأهل الصفة، من مظاهر رحمته ورفقه بالمسلمين وبهذه الأمة رفقه بأهل الصفة. فأهل الصفة هم الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم أهل الصفة، مكان مرتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أهل الصفة فئة من فقراء الصحابة الذين كانوا يمثلون مجندين موجودين تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت يكلفهم بأي مهمة. ففرغهم النبي عليه السلام، لم يكن لديهم أي فرصة للخروج لطلب الرزق أو العمل ونحو ذلك، وإنما كانوا موجودين تحت أمر النبي
عليه الصلاة والسلام في أي وقت يحتاج أحد منهم في غزوة، في جهاد، في تعليم الناس قرآن، في كذا وكذا من الوظائف الدينية الشريفة، فهؤلاء كانوا مجندين تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أهل الصفة لم يكونوا عاطلين ولا بطالين، وإنما كانوا مفرغين ليكونوا مجندين تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا عامتهم طلبة علم، فقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين وليطلبوا العلم، ولم يمكنهم أن يسكنوا إلا في مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان لهم مهمة سوى طلب العلم، الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني هذا هو حال أهل الصفة، احسروا حبثوا في سبيل الله، منعوا من الحركة والتجوال والخروج طلب الرزق من أجل إيه؟ أن يكونوا تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض إما لشدة الضعف وإما لعدم التفرغ للسبب الذي ذكرنا. يحسبهم الجاهل أي بحالهم أغنياء من التعفف، لشدة ما هم فيه من التعفف، فيظن الظن أنهم أغنياء من شدة تعففهم رضي الله عنهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهذا كان شأن أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم. ويكفي أهل الصفة شرفا أن يكون منهم أبا هريرة، أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أهل الصفة، فقد روى حديثا طويلا فصل فيه كيف كان يهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام أهل الصفة والرفق بهم والإحسان إليهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في حديث طويل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبا هر، قال: قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلي أهل الصفة فادعوهم لي، أرسله يحضر أهل الصفة، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، كانوا ضيوفا على الأهل الإسلام، لا يأوون إلى أهل، ليس لهم بيوت يسكنون فيها ولا إلى إيه مال، وإنما أتوا من بقاع شتى يطلبون العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون في سبيل الله. يقول أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا أتته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة: فساءني ذلك، لأن اللبن اللي كان موضوع كان قليلا جدا، ربما لا يكفي النبي عليه السلام وأبو هريرة، فتعجب جدا أبو هريرة كيف الرسول عليه السلام حيدعو أهل الصف على هذا القدر القليل جدا من اللبن. فيقول أبو هريرة: فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة، حيكفي مين؟ وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ وهذا الحديث رواه البخاري. فلما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الفقراء وأكرمهم على قدح واحد من لبن، شربوا كلهم منه، كلهم شربوا من هذا القدح الواحد من اللبن، حتى شرب الباقية النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة، بعدما فرغهم من شرب اللبن تبقى فيه أيضا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو هريرة حتى شبع تماما من هذا اللبن، وكانت هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحنو عليهم ويعلمهم ويربيهم ويعيلهم ويكفيهم بنفسه، أو إن لم يستطع كان يكفيهم بأن يأمر من صحابته من يستطيع القيام بذلك، وكل ذلك كي يتفرغوا لطلب العلم ولا ينشغلوا بالرزق عن طلب العلم، فكفاهم مؤنة ذلك حتى إذا تزودوا بالعلم وتفقهوا في الدين أرسلهم إلى أقوامهم دعاة ومربين ومعلمين لهم وناقلين أحكام الإسلام وشرائعه إلى قومهم وإلى أهلهم. من مظاهر رزقه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بالضعفاء والمساكين مشاركته إياهم في الطعام. هؤلاء قوم أهل الصفة الذين كانوا يسكنون مسجده الشريف، كان للنبي عليه الصلاة والسلام قصعة يقال لها الغراء، قصعة كبيرة تحتاج إلى 4 رجال كي يحملوها، وفي أحد الأيام أتي بها في الضحى إلى المسجد وقد سرد فيها، صنع فيها سريد، فجاءوا أي أهل الصفة والتفوا حولها، فلما كفروا عليها من كل مكان
جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ليوسع لهم حتى يفتح لهم في المكان. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال: كلوا من حواليها ودعوا ذلوتها يبارك فيها. وهذا رواه أبو داود. أيضا لم تختصر عنايته صلى الله عليه وسلم في إكرام الفقراء بنفسه، بل كان يأمر المسرين من صحابته رضي الله تعالى عنهم ويحثهم على البذل والإحسان لهذه الطائفة من الأمة. يقول جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار. النمار شملة مخططة من الأذر التي يلبسها الأعراب. مجتابي يعني فتحين في القماش في النص، فتحة تدخل منها الرأس ثم يزل الباقي على الجسد، هذا معنى مجتابي النمار أو العباء. متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر أي تغير، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، إلى آخر الحديث المعروف. وفيه أمر الناس بالصدقة على هؤلاء القوم، وفيه قوله أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. أيضا من مظاهر ذلك أن الضعفاء كان الرسول عليه السلام إذا حث الصحابة على الصدقة حتى الفقراء كانوا يحرصون على أن يشاركوا في ذلك. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابه، فطرحوا، فأمر له بثوبين، أمر له بثوبين من هذه الثياب التي طرحوها، ثم حث الناس على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين. هذا رجل مسكين الذي تصدق عليه آنفا بثوبين من شدة تحمسه وتأثره بحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، بادر بأن تبرع بأحد الثوبين اللي هم أصلا كانوا صدقة عليه من لحظات قليلة جدا. ثم حث الناس على الصدقة، فجاء هذا الرجل نفسه فطرح أحد الثوبين، يعني يريد أن يتصدق به، فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذ ثوبك، خذ ثوبك، يعني أنت أولى به، خذ ثوبك. وهذا رواه أبو داود في سننه. فلم يرضى منه الصدقة لأنه في حاجة إليها ولا بد له منها. وهذا بلا شك يبين لنا مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأثر بموعظته صلى الله عليه وآله وسلم. ففي أيضا مشاركة شعورية، يعني هو محتاج إلى هذين الثوبين، لكن انظر كيف أنه آثر نفسه بواحد كي يستر نفسه به وينتفع به، ثم أراد أن يصدق بالآخر. نشأ عن إيه؟ رغبة في الصدق والتصدق، نشأ عن الوحدة الشعورية، أنه يحس ويشعر بإخوانه الفقراء الذين هم مثله، ولا متاع له ولا ثياب له. فهذا الإحساس هو الذي دفعه، لأنه إيه؟ في وحدة الشعور كالجسد الواحد. فما الذي دفعه إلى أن يؤثر إخوانه بأحد الثوبين؟ هو أنه أحس بشعور إخوانه المحتاجين كما هو محتاج، والمحرومين كما هو محروم، فمن ثم تطوع للصدقة لمن هم على شاكلته، وأراد أن يرفق بهم ويسد عوزهم بهذا الثوب. من ذلك أيضا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يزور المساكين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، كما في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. كان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ففي ذلك أيضا الإحسان إلى ضعفاء المسلمين في حياتهم وبعد مماتهم، في حياتهم بأنه كان يذهب إلى يأتيهم ثم يزورهم ويعود مرضاهم، وفي مماتهم كان يشهد جنائزهم. وقصة المرأة التي كانت تقم المسجد ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم دفنها معروفة، أنه سارع إلى الصلاة عليها وهي مدفونة في قبرها رضي الله تعالى عنها.
أيضا من مظاهر الرفق في خلق النبي صلى الله عليه وسلم رفقه بالأيتام واليتيم. قيل إنه في الناس يأتي من قبل الأبي، وفي سائر الحيوانات من جهة الأم، فاليتيم من البشر هو من فقد أباه، أما اليتيم من المخلوقات الأخرى سوى البشر الحيوانات وغيرها فهو الذي فقد الأم، فليتم في الناس من جهة الأبي وفي سائر الحيوانات من جهة الأم. واليتيم من بني البشر هو من فقد أبويه أو أباه. إذن اليتامى هم الذين فقدوا آباءهم الذين يحنون عليهم ويرعونهم وينصرونهم، هؤلاء أحق من يرحم ويشفق عليهم، لأنهم في أشد الحاجة إلى من يعوضهم من فقدانهم لحنان الأبوة. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له بالإحسان إلى الوالدين بالإحسان إلى اليتامى. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذا من أهم مظاهر الحث على الاهتمام باليتامى. قرن الأمر بالإحسان إلى اليتامى بالأمر بالتوحيد وعدم الشرك مع أيضا الأمر ببر الوالدين. كذلك حذر من إضاعة أموال اليتامى وأكلها ظلما. يقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأن اليتيم مسكين لن يستطيع الدفع عن ماله، فالولي أو الوصي الذي لا يتقي الله في مال يتيم متوعد بهذا الوعيد الشديد. ففي ذلك رحمة باليتامى، رحمة باليتامى ورفق بهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي أن يتقي الله من يلي أمر اليتيم ويحافظ على أمواله. في أي سورة هذه الآية؟ سورة النساء. هل يوجد في سورة النساء آية أخرى فيها الإحسان إلى اليتامى وكف الأذى عنهم؟ الآيات التي في صدر سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يعني إن خفتم ألا تقسطوا، أن يعني كان الرجل يكون عنده الفتاة اليتيمة يربيها ويلي أمرها حتى إذا كبرت أراد أن يتزوجها، فبما أنها بقى يعني متربية معاه وأمور يعني ماشية فيعمل يتزوجها ويأكل مهرها أو لا يعطيها مهرها اللي هو الحق الواجب لها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في يتامى النساء هؤلاء هن المقصودات، فانكحوا أنتم في سعة عندكم غيرها من النساء كثير، لكن إن كنت ستظلمها اتركها ولا تبخس حقها في المهر أو حقوقها الشرعية، وعندك الآخرون خلافها كثيرون، فانكحوا ما صاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. واضح. فهذه أول آية في سورة النساء فيها حث على الرفق باليتيم أو باليتيمة والإحسان إليه. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا وعيد شديد لمن يقسو على اليتامى أو يظلمهم أو يتعدى على حقوقهم ويقهرهم. يقول سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هذه الخلق لا يصدر إلا من لا يؤمن بيوم الحساب. ولذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يذم نفسه يقول: لو حلف حالف أن فلان ابن فلان، ويذكر اسم نفسه، أن عمل فلان ابن فلان هو عمل رجل لا يؤمن بيوم الحساب لما حنف. واضح. يقصد هضم نفسه وذم نفسه وأنها لا تصلح للقرب من الله سبحانه وتعالى لشدة تقصيرها. فالشاهد أن هذه أخلاق من لا يؤمن بالحساب ولا يؤمن بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، ينهر اليتيم ويزجره ويقسو عليه ولا يحض على طعام المسكين. أيضا بيّن الله عز وجل أن النار مصير من يمنع اليتيم حقه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن الورع والتقوى أعظم ما تبدو في مثل هذا الموقف، لأنه ما يكون هناك رقيب عليه. فبالتالي هذا اليتيم ليس له من ينصره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إني لأستحي من الله
أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تعالى. ساعات الناس لما تلاقي واحد ملوش ناصر من البشر يتمادون في الظلم والبغي والعدوان وأكل الحقوق والافتراء عليه، لأنه ليس له نصير من البشر، لا له واسطة ولا له مركز اجتماعي ولا يملك مالا ولا أي شيء، فبالتالي يهون على الناس. بالعكس، الذي عنده ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى فيستحي أن يظلم من ليس له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. بالعكس، هذا المفروض أنه يكون أشد حرمة. ولذلك حكي كلام بشع عن بعض الناس ممن سأل بعض المساكين بيقول له من واسطتك؟ فقال له الله، فرد ردا فظيعا فاحشا يخرجه من المل والعياذ بالله. ولذلك مثل هذا التعبير ان واحد يقول لك من الجبابرة دول، يعني من واسطتك، لو انت عارف انه ليس عنده ورع ولا دين ما تقولهوش الله واسطتك. وطبعا هو اصلا لا يصح ان يطلق هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى، لا يستشفع ايه بالله على احد، واضح؟ فمفيش حاجه اسمها ربنا يبقى واسطه، لا، الله سبحانه وتعالى كلنا نلتجئ اليه. اما ان يتوسط الله لدى الاخرين، طبعا هذا تعبير لا يجوز شرعا، وهذه واحده. وحتى لو جدلا، يعني جدلا لو يجوز شرعا، وانت تعرف من خلق هذا الرجل انه سيقول هذه الكلمه الكفريه، فلا تستفزه، لا تدخل له. زي ما بالضبط واحد غضبان واذا قلت له اتق الله ممكن يعني يرد عليك بسب دينك او بكلمه فاحشه تهلكه، ففي هذه الحاله لا تقل له اتق الله، كان هو معروف عنه في حاله الغضب، اذا قلت له اتق الله هيروح يعني يضاعف السب والسفاهه، ففي هذه الحاله ما تقولوش اتق الله، لان ربما الشيطان في هذه الحاله يدفعه لان ينطق بكلام تتزلزل له الجبال، واضح؟ فمش كل انسان ومش في كل وقت، فدي من باب النظر الى ايه؟ الى العواقب. اذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا عن ان نسب الهه الكفار، اذا كان سب الهتهم سوف يترتب عليه ان يسب الله سبحانه وتعالى كنوع من الرد بالمثل، ففي هذا الحال ينبغي ان يكون الانسان ايه؟ فقيها، وينظر لعواقب الامور، مش لان الاصنام لها حرمه او لان الالهه التي تعبد من دون الله لها حرمه، لكن لحرمه اسم الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالانسان ينظر في عواقب تصرفاته. انا اذكر قصه حصلت، احد الشباب السعودي كان في تايوان، وطبعا التايوانيين دول يعني غرقى في الوثنيه والشرك. فالمهم هو دخل السوق فوجد مناظر يعني تقشعر لها الجلود، في اصنام من بتاعتهم دي وقاعدين يعبدونها ويتقربون اليها ويشركون بها مع الله سبحانه وتعالى. فالاخ اخذته الحميه وغضب غضبا شديدا واراد ان يهين الهه، فماذا فعل؟ بال على هذا الاله الذي يسجدون له هذا الصنم. المهم ان الامر تطور بسرعه عجيبه جدا الى انتهى انهم هم يطالبون بدمه، يعني لابد ان يقتلوا هذا الاخ، لابد ان يقتل عندهم. المهم تدخل يظهر ناس من السفاره وحاولوا يحلوا الموضوع، ففي الاخر خلاص امكن ان يتفقوا على حل، وهو ان الاخ يقرب شيئا قربه يصالح بها الايه؟ الصنم. يقرب شيء للصنم يصالحه به حتى يعفو عنه وهم كمان يسامحونه. فالشاهد طبعا كما سمعت القصة، فعل الأخ ذلك كي يتخلص من إيه؟ من الحكم بالإعدام بهذه الصورة. الشاهد في الكلام، إنسان برضو إيه؟ ينظر إلى العواقب، ينظر إلى العواقب. الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كان في حالة الاستضعاف، كانت الأصنام موجودة حول الكعبة وما استطاعوا أن يكسروا هذه الأصنام. فالنظر في عواقب الأمور حتى لا تترتب عليه أمثال هذه المآسي. فالإنسان ينكر في هذه الحالة، ممكن بلسانه، بلسانه، وهذا كله من باب سد الذرائع التي تقود إلى فساد أشد من الفساد الذي تنكره. هذه فائدة يعني عابرة. على أي الأحوال، نعود إلى موضوعنا، قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني سيكون مآلهم النار وسيصلون سعيرا. فهذا يدل على أن هذا أكل أموال اليتامى من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر لشدة الوعيد عليه كما ترى. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا أو أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الرفق باليتيم والشفقة عليه. يقول تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تسئ معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر
واصنع به ما تحب أن يصنع بولدك من بعد. ولذلك هذا المعنى بنفسه دل عليه القرآن الكريم. فين الآية؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم، يعني قدر نفسك أنك مت وتركت ذريتك ضعفاء لا يجدون شيئا أو لا يقوون على شيء، فافعل باليتامى الآخرين وبيتامى المسلمين ما تحب أن يفعل بأولادك إذا صاروا في مكانهم يوم من أيام، إذا صاروا يتامى مثلهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني بعد موتهم، ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليخشوا إيه؟ أن الجزاء يكون من جنس العمل. فتصنع باليتيم ما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. ولا شك أن الإحسان إلى اليتيم يترتب عليه أن اليتيم يحب من أحسن إليه، ينقاد إليه ويقبل منه تعليما وإرشادا ونصائح ونحو ذلك من الآثار الحسنة في نفس هذا اليتيم. من نماذج إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليتيم كفالته أولاد أبي سلمة رضي الله عنه، فقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد أبي سلمة. والحقيقة من السنن الحسنة التي أحييت في السنوات الأخيرة موضوع كفالة اليتيم، سنة حسنة جدا بلا شك، من السنن الحسنة الرائعة أن الأغنياء بدأوا يهتمون بهذا الأمر ويكفل يتيما مثلا إلى أن يتم تعليمه أو يتخرج من الجامعة أو نحو ذلك. فهذه من السنن الحسنة ومن الأعمال التي ينبغي تشجيعها وإنماؤها بشرط الوثوق في أن الأموال تصل فعلا لليتيم، لابد من التأكد أنها تصل فعلا إلى اليتيم ولا تؤكل بطريقة أو بأخرى. أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 4 من الهجرة عن أولاد صغار وعن زوجته أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية. فتيتم الأطفال وقام النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة كل هؤلاء الأولاد بما يكفل به أبناءه صلى الله عليه وسلم. ولما علم انقضاء عدة أم سلمة أرسل إليها يخطبها ليكفلها ويكفل أولادها، وقال لها لما أرادت أن تعتذر إليه بغيرتها وكثرة صبيانها، رد عليها قائلا عليه الصلاة والسلام: أما قولك غيرا يعني لا تتحملين أن يكون لك ضرات غيرا فسأدعو الله فتذهب غيرتك، وأما قولك إن امرأة مصبية يعني إيه؟ يعني ذات صبيان فتتكفين صبيانك، يعني سأتولى أنا النفقة على صبيانك وأكفلهم. فرضيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وتزوجها وعال أيتامها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة وترك أولاده قام النبي صلى الله عليه وسلم بكفالتهم والعطف عليهم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وليهم في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا كان يكفل كل يتيم مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن هذه ولاية عجيبة الشأن، ولاية عجيبة الشأن ليس لها نظير، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي فترك دينا أو كلا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. فانظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم، هو صحيح أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكنه يتنزه عن أموال هؤلاء المؤمنين الذين يفدونه بكل نفس ونفيس، لكن مع ذلك يقول: من ترك مالا فلورثته، ما أريد منه شيئا. لكن من ترك مسؤولية، فمن توفي فترك دينا أنا أسدده، أو كلا يعني إيه عيالا، أو ضياعا فعلي وإلي، فعلي وإلي يعني أنا أتكفل بسداد الدين برعاية أولاده اليتامى وكفالتهم ونحو ذلك. فهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بكل يتيم مسلم، لأنه بهذا يسن لولي الأمر
أو الحاكم المسلم دائما أن إيه يقوم مقامه، وأن بيت المال يكون مصدر مصادر سداد ديون الإيه أمثال هؤلاء الذين يموتون عليهم ديون أو يتركون أولادهم يتامى بلا مال ونحو ذلك. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ يحقق الله سبحانه وتعالى لك يعني ما تريد. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. حديث رائع في الحقيقة، فيه دواء لأعصى الأدوية وأشدها صعوبة في العلاج، قسوة القلوب والعياذ بالله. قسوة القلوب، من أراد أن يداوي قسوة القلوب فهذه أحد الأدوية. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، الرحمة باليتيم، ارحم اليتيم وامسح رأسه. يعني من أراد أن يدرك معنى كلمة ارحم اليتيم، ومن أراد أن يدرك مدى حاجة اليتيم إلى الرحمة، ربما تماما كحاجته إلى الماء والهواء والطعام أو أكثر، ينظر أي طفل كيف يتعلق بأمه وأبيه، كيف التعلق، كيف الرحمة التي ينالها من أمه وأبيه هذا الطفل الصغير الذي لا يعي. واضح كيف أن الله سبحانه وتعالى يسخر له الأب والأم ليشبعانه من الرحمة والحنان والرفق والرعاية ونحو ذلك. تخيل كل هذا الذي يمتد إلى انتهاء مراحل الطفولة، ثم تخيل أن هذا اليتيم محروم من هذا المنبع أو هذا النبع الفطري الذي يشبع احتياجاته العاطفية من الحنان والحب والرأفة والرحمة ونحو ذلك. تدرك حينئذ ما الذي حرم منه هذا اليتيم، وتدرك شدة حاجته إلى التعويض. ولا شك أن حنان الأم والأبي لا يعوضه أحد مهما فعل، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر من الصالحين ومن أهل الخير من يؤدي ما استطاع لتقليل الأضرار والحرمان بالنسبة لهذا اليتيم. لو المجتمع الإسلامي كله قام بهذا الواجب وتنافسوا فيه كما تنافسون في كثير من أبواب الخير لكان اليتامى أسعد الناس في المجتمع الإسلامي، لأن الناس المفروض كلهم لهم يعني عوض عن أبائهم. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه، لأن هذا تعبير عن الحنان ويقع موقعا حسنا من قلب اليتيم. وامسح رأس شفقة وحنوا وعطفا، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. فهذا من إدخال الأن عليه والرحمة والحنو والعطف. من ذلك أيضا حفظ مال اليتيم وتنميته واستثماره والاتجار به بيعا وشراء كي يزداد ويكثر. هذا من ولاية ورعاية اليتيم، لأن اليتيم بحكم صغر سنه لا يستطيع بنفسه أن يلي هذا التدبير ولا أن يصرفه على الوجه الحسن المطلوب. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التقصير في هذا الحق، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج يعني ألحق الحرج أي الإثم، ألحق الحرج أي الإثم لمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بلغا. اللهم إني، وبعدين كلمة اللهم يعني كأن الرسول عليه السلام يشتكي من يعتدي على حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة، يشكو إلى الله: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، لأنهما لا يملكان لأنفسهما شيئا. وطبعا موضوع حق المرأة باعتبار المرأة يعني كائن ضعيف في الحقيقة يحتاج إلى الرحمة، هذا موضوع يعني تكلمنا عنه مرارا ولا نريد أن نخرج عن الموضوعين الأساسي. لكن ما نسمعه أحيانا من بعض الشكاوى أن بعض الناس سواء في معاملة اليتامى أو في معاملة النساء يعني عندهم من الغلظة والقسوة الشيء العجيب يعني.
وسوف نفرغ بهذا الموضوع بالبحث، موضوع ضرب الأطفال، الضرب المجرح الوحشي كضرب غرائب الإبل، وأيضا ضرب النساء كما يحصل من بعض من لا خلاق له. وينسى الإنسان أن مفيش عنصر الكفاءة، يعني الإنسان الكريم الخلق حتى في كل الأشياء. يعني لو واحد بيلعب ملاكمة مثلا، معلوماتي إن لو هو دخل في عركة خارج الحلبة واستعمل خبرته في هذا الفن، فن الملاكمة، واضح ضد واحد من عموم الناس الذي لا يحسنه، أعتقد له عقوبة معينة، يعني لا يسمح له باللعب أو يسجن، له عقاب معين في القوانين الوضعية الرياضية. يعني ليه؟ لأنه هو مفيش كفاءة، ده واحد متمرس على مثل هذه الألعاب وبيصارع واحد ليس كفءا له. فموضوع الكفاءة، يعني حتى القوانين الكافرة شوفوا كيف طبع عنصر الكفاءة في القوة بين الطرفين. حتى في النواحي العلمية، في النواحي العلمية العلماء يقولون إن المناظرة لا تنبغي إلا بين متكافئين في العلم، ما يجيش عالم ويناظر واحد أمي أو جاهل، ده مفيش كفاءة، ده ظلم لإيه؟ لهذا الشخص. لازم يكون في نوع من التقارب النسبي بين المتناظرين حتى في القضايا العلمية، حتى في الجهاد. لما الصحابة لما في غزوة بدر أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الكرام ليصارع قوما من قريش، مدحوهم وقالوا نحن ما نرى منهم إلا كل خير لكننا نريد أكفاءنا، فأخرج لهم علي بن أبي طالب وفلان وفلان ليكونوا أكفاء لهم حتى أثناء الإيه؟ يعني القتال والصراع. فيعني لما واحد بيستعرض عضلاته على طفل صغير، هل دي مروءة؟ أو على امرأة، المرأة ما تملك دفاعا، أنت تصارع واحد زيك يعني عضلات ورجل قوي، هو ده اللي تصارعه، لكن أنت بتستعرض قوتك على من؟ فهذا نقص في الحقيقة مش قوة، هذا في حقه نقص مش كمال، أنه قدر يغلب امرأة، قدر يغلب واحدة ستة، أو قدر يضرب طفلا هذا الضرب المميت العنيف. فالإنسان الذي عنده كرم خلق ومروءة على الأقل حتى الغير متدين لا يفعل مثل هذه الأفعال. فمن كان يلي أمر يتيما أو امرأة أو أناسا ضعافا، حتى استعمال العقوبة لابد أن يكون بقواعد، باعتبار أن العقوبة نوع من الدواء وليس وسيلة لتشفية صدر ولتفريغ شحنة الغضب التي لا تفتر إلا بأن يجهز على هذا الضعيف الذي أمامه. فمن الكرم ومن المروءة على الأقل، يعني حتى الإنسان ما عندوش دين، لكن لو هو إنسان عنده خلق، وتسمعون طبعا كلام الغربيين في تاريخهم بيكلموا على أخلاق النبلاء أو الفرسان، يعني مش متدينين بس في مبادئ بتحكم حتى في الخصومات وهذه الأشياء. فالإنسان مش قوة إنه يستعرض عضلاته على شخص ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لكن القوة والفتوة أن يكون مع شخص في كفاءة بينه وبينه. ومن ثم شدد الشرع الشريف في العدوان أو الصيال على ضعيف مثل يتيم ومثل المرأة، بل قال الضعيفين كأنه لا ضعيف غيرهما، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقال الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاء في البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إنما نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل من المال فكان عليه قيامه بالمعروف. فإذا كان غنيا يستعفف عن أخذ شيء من أموال اليتامى وينميها له، أما إن كان غنيا إن كان فقيرا ومحتاجا فليأكل بالإيه؟ بالمعروف، بحدود المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذا من الحرص على مال يتيم، انظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم، رغم أن المال ده لما تأكله الصدقة هو هيروح لمين؟ هيروح لبيت المال ويروح للمصارف الزكاة المعروفة، لكن مع ذلك انظر حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الاستثمار لهذا المال كي لا تأكله الصدقة والزكاة. ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هو قال إيه؟ فليتجر به، لأن أبواب الحلال كثيرة جدا، أبواب الحلال كثيرة جدا جدا، ونحن درسنا المعاملات الفقهية المالية ورأينا كيف أن أبواب الحلال تكاد لا تنحصر، هي أبواب الحرام ضيقة جدا. فالناس سبحان الله يتركون كل أبواب الحلال ويتشبثون بالحرام. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فليعطيه لتاجر ديون يتجر له بالإيه؟ بالربا، وإنما قال فليتجر به تجارة حلال. فما يحصل من إيداع أموال اليتامى في البنوك واستثمار على هذا الطريق، وعين اليتيم مما يبلغ الرشد بقى ويستقل بها، يبقى متحرج لأنه مسلم ويخشى الحرام، يضطر أن كل هذا المال
المتجمد ممكن تكون الزكاة تأكله، وممكن يكون الربح جاي من الايه، من الربا المحرم، وبالتالي يقع في ظلم فاحش بالنسبة إليه. فليتدبر الناس اللي ممكن في يوم من الأيام يقول أموالهم إلى مثل هذا الوضع، كيف ينمون الأموال لأولادهم بحيث ما يحتاج إلى أن تحبس الأموال هذا العمر الطويل ويحصل هذا الحرج يعني البالغ. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها، تعطي هذه الأموال لمن يتجرون فيها وينمونها. أيضا ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة وحثها على رعاية اليتيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، فأي فضل يعني أعظم من هذا الفضل أن تكون قرينا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة بكفالة اليتيم. وطبعا الكفالة المقصود القيام بشؤونه، سواء من تعليم وتربية وإرشاد وتوجيه، وأيضا مع النفقة. يعني هو لا يقتصر على النفقة، ممكن كل إنسان يؤدي الذي يستطيع. معلم القرآن يعلم اليتيم القرآن الكريم، المدرس الذي يعطي دروسا خصوصية يعطي لليتيم دروسا مجانية، يشركه في الحلق مثلا بحيث ما يدفعش مثلا فلوس، وهكذا. الذي يتجر في الأخمشة يعطيه الملابس، وهكذا. فإن قضى واحد بكل شيء فهنيئا له، وإن لم يستطع السداد فيمتثل قوله عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، ويأتي بما يستطيع من الإحسان إلى اليتيم. ولذلك قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث الشريف: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. قال ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وجاء في فتح الباري: لعل الحكمة في كون كافر اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا. لأن النبي يبعث في إيه؟ خاصة النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، بعث في قوم أميين فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وعلمهم كل شيء، وارتقى بهم وكفلهم بكل أنواع الكفالة. هكذا كان لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في القراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قراءة أبي وهو أب لهم، في قراءة أبي كما هو معلوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد، ثم علمهم أداب قضاء الحاجة. إنما أنا لكم مثل الوالد، فالكفالة بكل معانيها حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمته، فهذا هو وجه الشبه. فكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فكذلك من تشبه بفعله بأن كفل واحدا من يتامى أمته كان له كافلا ومعلما ومربيا ومرشدا. وهذا اليتيم لا يعقل أمر دينه، بل ولا حتى دنياه، فيأخذه ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه. فمن ثم ظهرت مناسبة التشبيه، إن منزلته تكون مع النبي، أو هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراكهما في هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، كما في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من، فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا في هذا الحديث يقول: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني، إذا امرأة تبادرني يعني إيه؟ بتلحق بي حتى تكاد تسبقني، يعني تدخل معاه الجنة وهو داخل في أول افتتاح الجنة. فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، فانظر ثوابها. تأيمت يعني إيه؟ امتنعت من الزواج،
لكي ترعى الأيتام بعد موت أبيهم، ولا تشرك أحدا في الاهتمام بهؤلاء الأطفال. أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، فهذه المرأة تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو على أثره، بسبب أنها قصرت حياتها على تربية هؤلاء الأيتام وتركت الزواج شفقة بهم ورفقا بهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة تفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. أنا وامرأة تفعاء الخدين، تفعاء يعني هو سواد، نوع من السواد في الجلد أو البشرة، وقيل سواد مع لون آخر. أنا وامرأة تفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا، حتى ماتوا أو بانوا يعني فرقوها. وتفعاء الخدين لأنها تركت الزينة والترفه حتى تغير لونها لإقامتها على ولدها بعد موت زوجها، فهي تلازم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الجنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وهذا رواه ابن ماجه. فجعل الإحسان إلى اليتيم هو مقياس المفاضلة بين البيوت من حيث الخير والشر. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. من ذلك أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأرامل والإماء. والأرامل جمع أرمل، والأرمل هو من افتقر وفنى زاده، يقع على الرجال والنساء، يقال رجل أرمل وامرأة إيه؟ أرملة. ولا يقال ذلك إلا مع الحاجة، إذا احتجنا لاستعمال هذا الوصف في حق الرجل، لكن الغالب أنه لا يقال إلا في حق الإيه؟ النساء أرملة. أما الإماء فهي جمع أمة ضد الحرة، وهي المرأة الحقيرة الشأن قليلة القدر أو المرأة الضعيفة. هذه الفئة من المسلمين، من الفئة الضعيفة من المسلمين، الأرامل والإماء، أيضا أولاها النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا وعناية فائقة. فمن ذلك أنه كان يتواضع لهم صلى الله عليه وسلم ويسمع شكواهم، فقد جاء في الحديث: كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. كان صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجة، وهذا رواه النسائي. اهتم بأمر الأرامل ورفق بهم أشد الرفق. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وهذا رواه البخاري. تنطلق به حيث شاءت، تريد منه شيء معين تأخذ يده وهو يسير معها ويطاوعها صلى الله عليه وآله وسلم. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنطلق به حيث شاءت إلى أن يقضي حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا شك من تواضعه ولطفه بالأمة المملوكة التي تحتاج إلى المساعدة والرعاية والرفق. انظر هنا كيف كثر النبي عليه الصلاة والسلام حاجز الهيبة بينها وبينه، ما فيش خوف ولا شيء يحجز، لأن بعض المتكبرين يتعمد صناعة حواجز معينة حتى لا يقترب منه أمثال هؤلاء الضعفاء، واضح. فبالتالي انظر إلى كيف الرسول عليه الصلاة والسلام فتح يعني هذا الطريق لهؤلاء الضعاف والمساكين لكي يلجأوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أنها كانت تأخذ بيده، المقصود هنا لازم الأخذ باليد، لازم الأخذ باليد اللي هو الإيه؟ المطاوعة والانقياد، واضح، والتواضع. بل هنا في مبالغة في التواضع، لأنه ذكر حتى الأمة من الرجل، إن كان هذا مع الأمة فكيف بمن عداها. يقول ابن حجر: والأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقتصر على ذلك، وإنما حث أيضا على الاهتمام بهذه الفئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
أو القائم الليل الصائم النهار، وهذا رواه البخاري ومسلم. الساعي، كلمة الساعي الذي إيه؟ يذهب ويجيء ويتردد من أجل تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. طبعا الساعي على الأرملة أو المغيبة أو المغيبة التي غاب عنها زوجها، إما بسجن مثلا، إما بموت، وإما بسفر بعيد أو باختفاء أو نحو ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال ما يحصل من التساهل في الدخول على النساء التي لا يوجد زوجها في البيت. هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله أرأيت الحم، أقارب الزوج يعني ابن عمه وأخيه وكذا، قال الحم الموت، الحم الموت، تنفيرا من الدخول على النساء. فلا ينبغي التساهل أبدا بحجة الزكاة أو بحجة توزيع الصدقات، أن يذهب شخص سواء عزما أو متزوجا إلى امرأة وحدها في البيت ويدخل عليها بأي حجة من الحجج. لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال، وإنما يكون الواسطة زوجته مثلا أو أخته أو أمه أو نحو ذلك. أما أن يتعامل مباشرة فهذه من الذرائع الفتن التي ينبغي سدها وعدم التساهل فيها. فأي رفق بالأرملة والمسكين أكثر من أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي في أداء مصالحهما بالمجاهد في سبيل الله أو بالقائم الليل الصائم النهار. فانظر كيف الإحسان إلى الأرملة واليتيم والمسكين، كيف جعلوا إيه؟ مش عبادة عادية، لا ده مبالغة في العبادة. واحد بيصوم النهار لا ينقطع ولا يفطر، ويقوم الليل دائما كله ولا ينقطع أبدا. فانظر ثواب ذلك وقارنه يعني بالإيه، لأن بعض الناس قد تتصور ده تضيع وقت، أنا أروح أحفظ ربعين أحسن أو أقرأ لي جزئين قرآن بدل ما أروح أسعى في حاجات المسكينة والأرملة واليتيم. لا، هذا قلة فقه، هذه قلة فقه بالمفاضلة بين الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أسعى في حاجة أخي في الله خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، خير لي من أن أعتكف في مسجدي شهرا، السعي في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. فهذا ما تيسر هذا المساء من الكلام في الرفق ببعض أنواع من الضعفاء، وإن شاء الله تعالى